هو هدف يعني اكتر من رائع، ويمكن ده التوجه العام دلوقتي في مصر ان انت تتكلمي في فكره القضاء على التنمر تحديدا، فاعتقد دي حاجه احنا محتاجينها في الفتره الحاليه. لكن علشان انفذ ده زي ما انت ذكرتي نقطه مهمه جدا، ان انا بركز كمان على المعلمين. يعني ممكن يكون في يعني حمله بتتعمل علشان مثلا تنبذي العنف بين الطلاب، ولكن يبقى المينتاليتي او ثقافه المعلم نفسه هي كده اصلا، يعني هو اللي بيمارس العنف ضد التلاميذ، فكانك ما عملتيش حاجه. فبدايه نبدا باصل الشيء وافهم ازاي ده هيطبق على المعلمين قبل التلاميذ. ده صح، يعني احنا بندرب المعلمين والاخصائيين عشان مش بس العنف ما بين الطلاب مع نفسهم، لا ده العنف كمان ما بين المدرس والطالب. في كذا انواع عنف، لفظي، جسدي، تنمر. فاحنا عايزين نخلق زي جو ايجابي تعليمي في المدارس، او ده مش بس في مصر يعني في العالم كله، بس احنا مشروعنا في مصر دلوقتي. فاحنا بنعلمهم كمان او بنركز ان احنا نقدم قيم ايجابيه، وان احنا مثلا زي الاحترام، العدل، التواصل، تنظيم الوقت، تجنب الاحكام المسبقه. فان احنا لما بنوري القيم دي للمدرسين بنعلمهم كمان ازاي ممكن يحطوها في الحصص ويخططوا حصص دراسيه بالقيم دي، عشان في الاخر نخلق جو بعنف اقل وتنمر صح أقل. لما التلميذ يشوف المدرس بيتعامل معاه بالمبادئ دي هو في نفسه بعد كده هيتعامل بيها. لكن لو هو مهما علمناه ولقينا في البيت بيتم عدم احترام او ممارسه عنف وفي المدرسه، فاعتقد فعلا كانت هتبقى حاجه يعني مش سليمه. بس احنا ما فيش حد، يمكن لو احنا صغيرين كلنا تعرضنا للعنف، انا اعتقد مفيش كلنا تعرضنا دخلوا منه للاسف. وعلى فكره دي ظاهره عالميه مش بس مقصوره على مصر او حتى صحيح. على العالم العربي ظاهره عالميه للاسف، وبتوصل كمان لمراحل متقدمه في دول المفترض ان هي نفسها متقدمه.